Hello everyone, I hope you are doing well. So today we have a new video. It's about another sample of BM exam. اليوم عندنا نموذج آخر اللي هو نموذج ثاني للامتحانات شهادة التعليم المتوسط ولا امتحان تجريبي. أنا اخترت لكم اليوم من المقطع الأول لأنه الامتحان التجريبي ممكن أنه يجيكم من المقطع الأول أو الثاني أو الثالث. احنا المره اللي فاتت درنا من المقطع الاول من المقطع الثالث، اليوم ان شاء الله راح نديروا المقطع الاول وبعدها نروحوا للمقطع الثاني. So we read our text، راح نقراو التكست تاعنا اللي هو about traveling كما راكم تشوفوا في الفوتو. It's about traveling اللي هي السفر. So millions of people all over the world like traveling، يعني الملايين من الناس في كل العالم يحبوا السفر. They travel to see other countries and continents، معناتها يسافروا باش يشوفوا بلدان أخرى وقارات. Modern cities، معناتها باش يشوفوا السيتيز المودرن يعني المتطورة والمتحضرة. And the ruins of ancient towns، وباش يشوفوا كذلك الآثار تاع المدن القديمة. They travel to enjoy picturesque places or to learn about other cultures، يعني يروحوا باش يشوفوا البلايس شابين ولا البلايس الاماكن الجميله وباش يتعلموا على ثقافات اخرى. It's always interesting to discover new things، يعني شيء مهم انه ولا حاجه مهمه انه نعرفوا اشياء جديده عن different ways of life، ويعني وطرق جديدة ولا طرق أخرى مختلفة للعيش. To meet different people، باش نشوفوا ناس مختلفين. To try different food، يعني باش نجربوا أكل ناكلوا أكل مختلف. To listen to different music، باش نسمعوا الموسيقى مختلفة على موسيقى تاعنا. People who live in the countryside often like to go to a big a city in order to visit museums، معناتها الناس اللي يعيشوا في الريف يحبوا دايما يروحوا للمدينة باش يشوفوا مثلا يشوفوا الأشياء اللي ما كاش في الريف، كما مثلا يزوروا المتاحف museums and art galleries things they don't have at other hometown، يعني الأشياء اللي ما كاش في وين يسكنوا هما. They like to buy in elegant shops and dine at exotic restaurants، معناتها يحبوا باش يشوفوا يشرو من the shop elegant، معناتها الأناقة، معناتها محلات تبيع أشياء أنيقة. and يعني يتغداو ولا يتعشاو في ريستوران فخمة. People from the city often like a quiet holiday by the sea or in the mountains. الناس اللي تعيش في المدينة بالعكس تحب دايما تروح تبعد على الضجيج تاع المدينة وتروح للأماكن كالم كما مثلا للبحر ولا تروح للمونتينز اللي هما الجبال. Where they can sunbath or walk، وين يقدروا يستمتعوا بأشعة الشمس وكذلك يتمشوا. Many tourists love taking photographs، معناتها السياح يحبوا ياخذوا دي فوتو. Of everything that interests them، على أي حاجة تهمهم. The sights of a city old buildings and castles، معناتها يحبوا ياخذوا أشياء المعالم تاع المدينة هذيك اللي راحوا لها. Old buildings معناتها البنايات القديمة والقصور اللي يشوفوهم. Views of mountains، يحبوا كذلك يدوا فوتو على الجبال على شكل الجبال. Lakes على البحيرات، valleys على الأنهار. Plains، يحبوا يشوفوا waterfalls يعني شو نسميهم شلالات. Forests، الغابات. Different kinds of trees، معناتها الأشياء ولا الأشجار المختلفة المتنوعة. flowers and plants، الورود والنباتات. animals and birds، الحيوانات وكذلك العصافير ولا الطيور. people travel by train، يعني الناس يسافروا بالقطار. by plane،
يسافروا كذلك كذلك يسافروا بالطائرة by ship معناتها بالباخرة or boat يعني ship or boat أو السفينة and by car بالسيارة. All means of travel have their advantages يعني كل واحدة من هذو الوسائل تاع المواصلات عندها أكيد عندها إيجابيات and disadvantages سلبيات. And people choose one according to their plans يعني الناس يخيروا على حسب المخطط تاعهم and preferences يعني على واش يفضلوا. The fastest way of traveling is traveling by plane أكيد إنه أسرع طريقة باش نسافروا هي نسافروا بالطائرة. But the most comfortable is traveling by ship ولكن أكثر حاجة يعني تحس روحك مرتاح relaxed كي تسافر بالسفينة. And the cheapest is traveling on foot أكيد وأرخص شيء أنك تسافر على القدمين ولا على رجليك تروح مشيا. If we like traveling we see and learn a lot of things معناتها إلا حبينا نسافروا رايحين نشوفوا كثير من الأشياء ونتعلموا الكثير من الأشياء that we can never see اللي ما نقدروش نشوفوهم or see or learn اللي ما نقدروش نشوفوهم نتعلموهم at home يعني إلا قعدنا في المنزل ما سافرناش ما نشح نتعلموا هذوك الأشياء اللي نتعلموهم كي نسافروا. بالرغم من ذلك we may read about them in books and newspapers and see pictures of them on TV or online ما انت وما لقد نشوفوهم نقرأوهم في الكتب ولا نشوفوهم في الجرائد ولا نشوفوهم في pictures في التصاور ولا نشوفوهم في TV ولا في الانترنت يعني مشي كما كي نروح نزوروا هذيك المكان. The best way to study geography يعني أحسن طريقة باش تتعلم geography is to travel and the best way to get to know and understand the people is to meet them in their own homes يعني أحسن طريقة باش تتعلم الجغرافيا هي السفر وأحسن طريقة باش تتعلم ولا باش تفهم الناس هي أنك تتلاقى بهم في يعني in their own homes يعني تلاقى بهم في الأماكن وين يعيشوا. Reading comprehension نروحوا reading comprehension يعني كان تكست تاعنا على واش كان على السفر فوائد تاع السفر ووسائل المواصلات اللي روحوا نسافروا بهم etc. Reading comprehension read the text carefully and do the following tasks. Task 1 answer the following questions. What do people see and learn while traveling واش يشوفوا الناس كي يروحوا يسافروا يعني الإجابة تاعنا راح تكون paragraph number 1. Millions of people all over the world would like traveling. They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns. They travel to enjoy picturesque places or to learn about other cultures. يعني هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني السؤال الثاني How do people from the countryside like to spend their holidays? كيفاش يحبوا الناس اللي يسكنوا في الريف وين يحبوا يقضوا العطلة تاعهم؟ أكيد إحنا قلنا أنهم people who live in the countryside often like to go to a big city in order to visit museums يعني باش يشوفوا المتاحف things they don't have at their home town يعني يحبوا يشوفوا اشياء ما كاش في الريف عندهم. نروحوا الان التاسك نمبر 2. تاسك نمبر 2 I say true false ولا not mentioned. So people travel to see other countries and learn other cultures وهذه كاينه في النص الوغ true. People travel by bus الوغ احنا قلنا انه people travel by bus احنا قلنا انه people يسافروا الناس يسافروا بوسائل مختلفة من يعني يسافروا بوسائل مختلفة ولكن ما ذكرناش bus a lot not mentioned وذكرنا كل الوسائل اثار الباص. The best way to study geography is to learn it at school معناتها هنا قال انه احسن طريقة انك
يعني تتعلم الجغرافيا هي في المنزل. وإحنا قلنا لا، هنا قلنا إنه the best way to study geography is to travel and the, is to travel معناتها إنك تسافر. هنا يا ألوغ not ألوغ false so true not mentioned false. By the way not mentioned هي يعني غير موجودة في النص. نروحوا هنا ل synonyms choose the right word. What do the underlined words in the text mean? معناتها synonym تاعها picturesque نعنو بها old pretty new ولا fashionable. يعني واش نعنو بها؟ نعنو بها pretty معناتها picturesque هي حاجة جميلة. comfortable معناتها حاجة مريحة. اسكو نعنو بها active اللي هو سريع، lazy اللي هو كسول، relaxed اللي هي حاجة يعني comfortable مريحة، ولا unhappy أكيد نعنو بها relaxed. الإجابة تاعنا راح تكون picturesque pretty comfortable هي relaxed. نروحو لتاسك نمبر 1 mastery of language supply the punctuation and the capital letters where necessary. معناتها نحطو البانكتويشن اللي هي علامة الوقف، capital letters اللي هي الماجيسكول وين لازم. ألو واش راح نديرو؟ راح نقراو الجملة تاعنا. Would you like to visit London؟ أكيد هنا راهو كاين سؤال، لأنه بدنا بود بدنا مودل. Would you like to visit London? Do you already know it and want to see it again? ألو نبدأ بود. بود هنا لازم دايما كتب الجملة بتاعنا، كتب الجملة بتاعنا بكلمة أول حرف يكون ماجيسكول اللي هو يكون كابيتال لتر. Would you like to visit London? London London هي سيتي، الو وحنا سيتي ان انجلش نديرو لها كابيتال لتر. من بعد نديرو كويستشن كويستشن مارك لانه رانا نجاوبو السؤال تاعنا. ومن بعد نديرو دو يو اوريدي، كي نديرو كويستشن مارك اكيد هذه دو راح تبدا بماجيسكول راح تبدا كابيتال لتر. دو يو اوريدي نو ات اند وونت تو سي ات اجين. دونك نديرها قدامكم ونوريها. إذن would درنا capital letter London capital letter question mark and do capital letter. نروح دركا للتاسك نمبر 2 complete the following sentences using the superlative form of the adjectives in brackets. عندي هنا يا superlative اللي هي التفضيل، دايما نقولوا انه تفضيل هي superlative. عندي هنا يا adjective exciting it will be exciting، هذه long adjective باسكو فيها more than two syllables يعني فيها three syllables. exciting فيها two syllables. day in my life because I will visit Everest. high هذه هي short adjective لأنه فيها one syllable. mountain in the world and it will be my good. This is irregular adjective. وحنا كل واحدة فيها عندها rule. دوك نديرهم قدامكم باش تتذكروا أم القاعدة. إذا كنتوا ماكمش عارفين درس السوبرلاتيف ننصحكم باش تروحوا لمراجعة درس مراجعة المقطع الثاني، راني حاطته لكم في القناة. مراجعة المقطع الثاني راح نسيبوا فيه هذا الدرس، راح يكون راح تفيدكم هذه يعني راح يفيدكم هذه المراجعة كثيرا. إذا درت هنايا لأنه هذه هي عبارة عن long adjective فدرت the most exciting، وهنايا هذه short adjective فالقاعدة تقول أنه نديرو the plus adjective plus est، وكيكون irregular adjective هذه كاين 6 adjectives اللي هما 6 irregular adjectives هي تولي the best. نروحو لتاسك نمبر 3 pick out from the text 4 words and complete the table according to the pronunciation of their final s. حين نختارو اختارو كلمات كلو يعني كملوا بالاس، حين هنا نطبقو final s. ايه شوفو عدد الكلمات اللي نقدر نلقاوهم في التكست تاعنا، يعني نقدر نصيبو continents shops restaurants tourists photographs sites lakes forests plants and books. هذو كامل يتطبقوا بس. ننصحكم تروحوا للدرس تاع المقطع الثالث راني شارحه فيه بالتفصيل هذا الدرس تاع final s. نروحوا المقطع الثالث الجزء الثاني راني شارحه فيه. ز كذلك
صبنا بزاف الكلمات كيما millions, countries, cities, ruins, towns, cultures, etc. وهنايا في is صبنا places, preferences, ويعني عندنا العديد من الكلمات. الوغ هذا هو كان الحل تاع النموذج تاعنا. نروحو دوكا للwritten expression. الوغ الوضعية الإدماجية تقول أنه your English fan friend wants to have more information about Algeria to write an article for her his school magazine. Write him or her letter telling him or her about situation, area, population, capital, main cities and famous for. يعني هنايا الوضعية تاعنا قلنا أنه صديقك حاب يعرف, صديقك الإنجليزي يعني صديقك عبر الرسائل حاب يعرف معلومات على الجزائر, هو باش يكتب ارتيكل, رايح يكتب مقال على الجزائر, حب في المجلة تاعهم تاع المدرسة, حب أنك تعاونه تكتب له رسالة وين تعاونه فيها وتعطي له معلومات على الجزائر. situation area of population تعطي له الموقع, تعطي له المساحة وتعطي له عدد السكان. capital main cities تقول يعني تعرفوا بالعاصمة, تعرفوا على أهم الولايات ولا الولايات الكبرى. وfamous for والأشياء اللي معروفة بها. الوغ أنا كنت حضرتها لهنايا السيتويشن تاعنا في integration, راح نوريها لكم ونقراوها مع بعض باش تشوفوا كيفاش تكتبوا a letter, مع انه لتر كذلك وريتلكم كيفاش تكتبوها في الحل النموذجي لشهادة التعليم المتوسط, راح نسيبوها بالتفصيل كيفاش نكتبو اللتر. Hello, for the situation I have prepared it now. It's a letter to a person, to your friend, to your pen friend. يعني هي رسالة لصديقك عبر الكتابة اللي هو انجليزي. You say, hi John, how are you? I miss you so much. I hope you are happy and doing well. I feel it feels wonderful to write to you again. This time I'm very excited to tell you about my country, Algeria. أنت في هذا الوقت أنا راني متحمس باش نحكي لك على بلدي الجزائر. Algeria is a country in the Maghreb region of North Africa on the Mediterranean coast. أنت الجزائر هي من البلدان المغاربية. تقع في شمال إفريقيا, on the North Mediterranean coast, معناتها على البحر الأبيض المتوسط, تطل على البحر الأبيض المتوسط. With a total area of 2,381,741, يعني بمساحة 2,381,741 square kilometers, يعني كيلومتر مربع. Algeria is the 10th largest country in the world. معناتها هي العاشر دولة كبيرة في العالم. And the largest in Africa. معناتها هي الأكبر في أفريقيا. And in the Mediterranean. معناتها في البحر الأبيض المتوسط. The country is bordered in the near in the northeast by Tunisia. معناتها البلد يحدها من الشمال الشرقي تونسيا, and in the east by Libya, معناتها من الشرق تحدها ليبيا, in the west by Morocco, معناتها من الغرب المغرب, in the southwest by Western Sahara, معناتها في الجنوب الغربي تحدها الصحراء الغربية وموريتانيا, and Maurice, and Tunisia, Western Sahara, Mauritania and Mali, in the southeast, معناتها في الجنوب الغربي, في الجنوب الشرقي by Niger, and in the north by the Mediterranean Sea, معناتها من الشمال البحر الأبيض المتوسط. It has a population of 37.9 million, معناتها 37 مليون نسمة. It's the 35th most populated country. معناتها هي تحت المرتبة 35 من حيث عدد السكان في الأرض. The weather is cold in winter and hot in summer. معناتها
الطقس تاعها هو بارد في الشتاء وحار في الصيف. Its capital and most populous city is Algiers. معنتها العاصمة تاعها هي الجزائر العاصمة، وهي أكثر بلاصة فيها السكان. In the west and in the west of the city, Oran in the west معنتها وهران في الغرب، وعنبة in the east عنبة في الشرق of the country. Are the main cities in my country. معنتها هذو هما أهم وأكبر المدن في البلد. Arabic is the official language. معنتها لغة رسمية هي اللغة العربية. Algeria is famous for its fascinating sites including the UNESCO heritage sites. معنتها هي تتميز بمجموعة من المواقع الجميلة والمعروفة، من بينها اللي مصنفتها يونسكو، يعني من بين المواقع مصنفتها يونسكو الهوغار عند تاسيلي. It's vast Sahara in the south. معنتها عندها صحراء شاسعة في الجنوب. It's most beautiful beaches. عندها كذلك شواطئ جميلة. And forests وغابات. Hope to hear from you soon. Please write back. Take care, your friend. هنايا كيفاش نقفلو نغلقو الرسالة تاعنا. Hope to hear from you soon. معنتها نتمنى أن نسمع عليك عن قريب. Please write back. معنتها من فضلك كتب لي مجددا. Take care. معنتها تهلا في روحك. Your friend. That's all. This is our letter for to describe Algeria. So this is our video. أتمنى إن شاء الله يكون فاتكم، وهذا النموذج الثاني لشهادة البيام ولا لامتحان التجريبي. أتمنى إن شاء الله فاتكم. استنوني في فيديو آخر. Goodbye.